السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في القناة شيوت مع رجاء. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله، وكنتمنى تتابعوني على القناة وتتابعوا عندي وتعملوا لي لايك، وشكرا كاع اللي كيتابعوني وحتى اللي ما كيتابعونيش. ودابا غندوزو المكونات والطريقه ديال تحضير هاد الخضار مرقده. صراحه كتجي رائعه وبواحد الطريقه اللي هي سهله، ونقدروا نرقدوا الخضار غير في البيت بلا ما ناخذوها من الصنقه. دابا ندوزو المكونات والطريقه ديال التحضير. كما كتشوفوا معايا عندي هنا عندي خيزو، المهم خيزو غنقطعو بحال هكا على هذا الشكل. هذا نحاولو ما نقطعوش مدور، نقطعو بحال هكا على الطول ديالو كما كتشوفوا معايا. كيعطينا واحد الديكور اللي هو زوين بزاف. الا كانوا عندكم القطاعات تاع الخضر تقدروا تقطعوه بالقطاعات حتى يجي حتى فواحد الديكور اللي هو رائع. وكنقطعو دابا هاد خيزو كله غنقطعوه بحال هكا على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا معايا. المهم نحاولوا نقطعوه طويل، ما نقطعوش مربع باش كيجينا واحد الشكل ديالو اللي هو رائع، تعطينا واحد الديكور اللي هو مزيان بحال هكا كما كتشوفوا معايا. تنقطعوه الجهه المعاكسه ديالو. ودابا غندوزو كما كتشوفوا من غنساليو غندوزو دابا المرحله الثانيه. دابا سالينا بالتقطع على هذا الشكل هذا. غادي ناخذ شي قرعه، المهم القرعه ما تكونش ديال البلاستيك. غناخذ قرعه بحال هكا على هذا الشكل هذا. الا كانت عندكم كبر من هذه تقدروا تستعملوها، انا غندير غير القرعات صغار. وعندي هنا الورق ديال البسباس، صراحه كيعطي واحد النسمه اللي هي رائعه مع الطرقات ديال الخضر. ودابا غادي كما تشوفوا معايا غادي نهبطوا دوك الورق بحال هكا وغادي نضيفوا دابا خيزو فوق هذاك الورق بحال هكا، وغادي نزيدو نديرو طبقه اخرى ديال الورق ديال البسباس. اصلا دابا هو متوفر، وغادي نحطو حتاني بحال هكا. نحاولو نتكيو داك الورق يهبط لينا، ونضيفو خيزو. نبقاو نديرو كل طبقه وحده خيزو وحده بسباس حتى كنعمرو هاد القرعه هادي بحال هكا. المهم نحاولو ما نديروش داك العرس ديال البسباس، نديرو غير الورق ديالو. صراحه كيجي واحد لوغو ديال داك الورق ديال البسباس يطلق في داك خيزو، صراحه كيجي رائع. كنتمنى تجربوه بالطريقه، غادي يعجبكم بزاف. ما تبقاوش تقنعوا منه صراحه، تبقاو تستعملوه دائما. ودابا كنزيدوا واحد الطبقه اخرى ديال الورق ديال البسباس، وغنزيدوا الطبقه الاخيره ديال خيزو كما كتشوفوا معايا. وندوزوا المرحله الثالثه باش غادي نكملوا هاد الطرقات تاع خيزو كما كتشوفوا معايا. دابا هنا عندي قرعه، عندي معلقه ديال الملح، المهم معلقه راه ما عامراش بزاف كما كتشوفوا معايا. لكن عندكم الملح ديال البحر تقدروا تستعملوه. وعندي كاس ديال الماء. ودابا غندير ثاني معلقه ديال الملح ما عامراش، ونضيف كاس اخر ديال الماء. كل كاس غنعبروا بالكاس ديال العنبه، كل كاس غنديروا فيه معلقه ديال الملح، كل كاس غنديروا فيه معلقه ديال الملح. هنا جات ليا القرعه جوج كيسان، درنا جوج كيسان ديال الماء وجوج معلقات ديال الملح، وغنضيفوا جوج معلقات ديال الزيت.
القياس ديال الكاس غنضيفو القياس ديال الزيت، جوج كيسان غنديرو فيهم جوج معلقات تاع الملح وجوج معلقات ديال الزيت، وكنشدو القرعه مزيان، ما كنخليوهاش تبقى تهوى ولا نفتحو عليها، ما نحاولوش نفتحو كاع القرعه، وكنشدو عليها وكنخليوها مده سيمانه، مده جوج سيمانات كيوجد معنا كما كتشوفوا داك الخضار اللي رقدنا بحال هكا. كنحاولوا نشدوا القرعه مزيان كما كتشوفوا معايا، دابا القرعه واخا هكا ما مشدوداش غنعاود نفتحها كما كتشوفوا معايا بحال هكا، وغادي نعاود نسدها مزيان صافي، وكنخليوها في شي بلاصه ما كنديروا لا في الثلاجه لا حتى شي حاجه، كنخليوها حتى كتوجد لينا ديك الخضره من بعد فاش كنرقدوها كما كتشوفوا معايا كتوجد صافي، نحاولوا نقدموها. وهذا هو الفيديو تاع اليوم، كنتمنى تتابعوني على القناه وتتعاونوا معايا، ونتلاقاو في شي فيديو لاحق ان شاء الله يا ربي.